على طريقة التسجيل في دعم المباشر على تطبيقكم جوجل. نقوم بضغطنا على موقع جوجل. نسوف نقوم بالبحث عن موقع HTTP/MA. نقوم بضغطنا على طلب الاستفادة. نسوف نقوم باختيار الجنس أنثى أو ذكر. نسوف نقوم بكتابة رقم بطاقة الوطنية التعريف الإلكتروني. نسوف نقوم بكتابة معرف الرقمي. نسوف نقوم بكتابة تاريخ الولادة. وهنا سوف نقوم بإدخال الرمز الأعلى. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تأكيد. من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل توفير الطاقة. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ونراكم فيديوهات